في غرفة الألعاب كتاب أقرأه حين أغلق الباب. قصصه عديدة عديدة عديدة، عبره مفيدة مفيدة، أفكاره جديدة. لأي سؤال جواب فلنوقف لعبنا ولنفتح آذاننا لنهيئ أفكارنا ونستقبل الكلمة في قلوبنا. في غرفة الألعاب كتاب أقرأه حين أغلق الباب. قصصه عديدة عديدة عديدة، عبره مفيدة مفيدة، أفكاره جديدة. لأي سؤال جواب. البطل. شجاع، أنت كتير بتحب شخصية سوبرمان صح؟ فتفوتة، شخصية سوبرمان شخصية خيالية يعني مش حقيقية، بس أنا بحب فكرته، كيف إنه بطل بنقذ الناس، عنده قوة خارقة. بتعرفي شو فتفوتة؟ أنا كنت وأنا صغير بصلي عشان لما أكبر أصير زيه كنت بفكره شخصية عن جدية. كنت أجيب فرشة أحطها تحت تختي وأطلع التخت وأنط. ليش؟ شو ليش فتفوتة؟ عشان أشوف إذا بقدر أطير. طيب شو طيب فتفوتة؟ كنت أوقع على وجهي. إذا هيك منيح إنك كنت تحط فرشة. هو بصراحة الفضل لأمي فتفوتة، لأنه أنا أول مرتين كنت أوقع على الأرض وأذيت حالي كثير، فماما بهدلتني وخلتني أوعدها إني دائما أحط فرشة قبل ما أجرب أطير. ممتاز إنك كنت ترد عليها. طيب شجاع، هلأ بعد ما كبرت وصرت تعرف إنه سوبرمان شخصية خيالية، زي مين حاب تكون بس تكبر؟ هون المشكلة. ليش مشكلة؟ فتفوتة المشكلة إنه أنا كل يوم برأيي. يعني مثلا باجي بحضر فيلم أكشن بشوف البطل كيف هو إنه مش طبيعي وبنقذ الناس، بصير أنا بدي أكون زيه. يعني بصير أحس حالي إنه أنا إنسان ممل وفيش إشي بحياتي، فبصير إنه أصلي إنه أكون زيه. مثلا بعد كم يوم باجي بحضر مباراة كرة قدم لأي نادي مشهور، فبصير هيك بتطلع اللاعب كيف هيك بضرب الطابة، هيك طابة لولبية بتلف حوالين اللاعبين بيجي جول، كل الجمهور بوقف بزقف له. بصير أصلي إني لما أكبر أصير زيه، أكون لاعب جدا مشهور. بعدين بشوف واحد من المرشدين أو قائد الكنيسة وبشوف كيف إن ياسمينة شو في إنه أهلي بدهم يعني مضحكة بالمدرسة. شو عملوا؟ نفس النقاش كل مرة. شو الموضوع ياسمينة؟ ياسمينة ممنوع يكون عندك تليفون شخصي، وإحنا ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة وعندنا أسبابنا. ياسمينة أنت لسه بتحاولي بالموضوع، ما إحنا جربنا قبل وما زبط، أصلاً أنت قاطعتيني بس عشان هذا. شجاع ما تعصبني أنت كمان، هذا مش أي موضوع، هذا أهم موضوع على وجه الكرة الأرضية، هاي مصيبة مصيبة. أكبر مصيبة في الحياة؟ شو هي؟ المصيبة هي أنا أكون مش زي أصحابي. هيك بتفكري ياسمينة؟ أنا بقول العكس تماماً. كيف يعني؟ أكبر مصيبة إنه نعمل كل شيء زي الناس اللي حوالينا بدون ما نفكر. مش فاهمة. شو رأيكم؟ أحكي لكم قصة. أوه قصة. هاجم الملك نبوخذ نصر ملك بابل العظيم بجيشه الكبير مدينة أورشليم، فحاصرها ودمرها، وأسر ملكها يهوياقيم، وأسر أفضل شبابها وأقواهم، وأخذهم معه إلى بابل، وأخذ أيضا ما بقي من الأواني الذهبية من بيت الله. وطلب الملك من أشفنز كبير مساعديه أن يختار شباناً من بني إسرائيل يحبون الحكمة والعلم والمعرفة، ثم يعلمهم آداب الكلدانيين ولغتهم العامية، وهي اللغة الآرامية، لمدة 3 سنوات، وهكذا فعل أشفنز. وكان دانيال ورفاقه حنانيا وميشائيل وعزريا من بين الذين أحضرهم، وأعطاهم أشفنز أسماء آرامية، فدعا دانيال بلشاصطر، ودعا حنانيا شدرخ، وميشائيل ميشخ، ودعا عزريا عبدنغو. طب ليش غير أسمائهم؟ لأنه أسمائهم كانت بتحمل معاني لاسم الله الحي، وغيرها لأسماء آلهة البابليين. كيف يعني؟ اسم دانيال بالعبرية معناه الرب وهو قاضية، وغيروه لاسم بلشاصطر، واللي معناه احفظ حياته أيها البعل، والبعل هو الإله البابلي الرئيسي. أما حنانيا معنى اسمه الرب يظهر النعمة، غيروه لاسم شدرخ، واللي معناه تحت تصرف أكو، اللي هو إله القمر. واسم ميشائيل معناه من مثل الله، غيروه لاسم ميشخ، واللي معناه من مثل أكو. وعزريا معنى اسمه الرب يعين، غيروه لاسم عبدنغو، يعني خادم نبو، اللي هو إله التعلم والكتابة. يعني عكس أسمائهم ما بصير، يعني تخيلي أنا يصير اسمي جبان. أكيد هم كتير اتضايقوا، بس ما كانوا بيقدروا يعملوا أي إشي، لأنهم كانوا مسبيين في هذا البلد ولازم يطيعوا الأوامر. وبتعرفوا بشو أمر الملك كمان؟ شو؟ أمر الملك أن يكون طعامهم وشرابهم كل يوم من نفس طعامه الفاخر. أما دانيال ورفاقه فقد عزموا وصمموا أن لا يتنجسوا بحصة الملك اليومية من الخمر والطعام الذي ذبح لآلهة وثنية. لذا وبكل أدب ولطف سأل دانيال رئيس الخدم وقال له: أرجو أن تعفينا أنا ورفاقي من طعام الملك. قال رئيس الخدم لدانيال: أنا خائف من مولاي الملك أن يرى أنكم في حالة سيئة بالمقارنة مع الفتيان الآخرين الذين في مثل عمركم. فقال دانيال: جربنا 10 أيام ولا تعطينا سوى خضروات وماء لنأكل ونشرب، ثم قارن بيننا وبين باقي الفتيان الذين يتناولون من طعام الملك وشرابه، وحينئذ افعل ما تراه مناسبا. وافق المشرف على طلبهم. بعد 10 أيام بدت أجسامهم أكثر صحة وعافية من جميع الفتيان الآخرين، فاستمروا على هذا المنوال. مرت الأيام وانتهت مدة التعليم التي حددها الملك، وجاء الوقت ليقفوا أمامه، فأدخل كبير المساعدين جميع الفتيان، فتكلم معهم الملك، ووجد أن لا أحد يقارن بدانيال ورفاقه، فتم تعيينهم في خدمة الملك، إذ كانوا 10 أضعاف أفضل من الجميع. وكان الله قد وهب الفتيان 4 معرفة وحكمة في كل الكتابة والعلم، وكان دانيال قادراً على تفسير كل الرؤى والأحلام. انتبهتوا شجاع وياسمينة إنه مع إنه أسمائهم تغيرت والكل كان يناديهم بأسمائهم الجديدة اللي معناها إنهم عبيد للبعل، هم من جوا ما تغيروا وما صاروا مثل الكل، وظلوا يعبدوا الله الحي. في إحدى الليالي نهض الملك منزعجاً جداً، لأنه حلم حلماً منعه من النوم، فأمر أن يحضر حالاً المنجمون والعرافون، فقال لهم: حلمت حلماً فانزعجت، أريد أن أعرف ما هو الحلم وما هو تفسيره. فأجابوه: عش أيها الملك، أخبرنا ما هو الحلم فنفسره لك. غضب الملك جداً وهددهم: إن لم تقدروا أن تخبروني ما هو الحلم تموتون، وإن قدرتم تصبحون أغنياء. لم يقدر أحد أن يخبره بالحلم ولا بتفسيره، فأمر الملك بقتل جميع حكماء بابل حالاً، بما فيهم دانيال ورفاقه 3. لا! سمع دانيال بالأمر وطلب مهلة من الملك حتى يفسر له حلمه، فوافق الملك. ثم ذهب دانيال إلى بيته وأخبر رفاقه حنانيا وميشائيل وعزريا بالأمر، فبدأوا يصلون حتى يكشف الله لهم سر الحلم. سمع الله صلواتهم وكشف سر الحلم لدانيال، فشكر دانيال الله وقال: ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد. ثم جاء دانيال إلى قائد الحرس، وبسرعة أدخله إلى الملك، فقال له الملك: هل تعرف ما هو الحلم الذي رأيته وتفسره لي؟ أجابه دانيال: عش أيها الملك، لا يستطيع أحد ذلك، ولكن في السماء إلها قديرا يكشف الأسرار وحده، وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما سيحدث في آخر الأيام. حلمت أيها الملك بتمثال ضخم عظيم ورهيب، رأسه من ذهب، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، ساقاه من حديد، وقدماه خليط من حديد وفخار. وبينما أنت تنظر إليه تدحرج حجر كبير من الجبل دون أن تلمسه يد إنسان، فضرب التمثال على قدميه المصنوعتين من خليط الحديد والفخار فسحقهما، وسحق التمثال بالكامل، فحملته الريح ولم يبقى منه شيء. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض. ثم أكمل دانيال كلامه وفسر الحلم: أيها الملك نبوخذ نصر، أنت ملك ملوك، أعطاك الله الملك والقدرة والعظمة، فأنت الرأس من ذهب. بعدك تقوم مملكة أخرى أصغر من مملكتك، ثم مملكة ثالثة، وبعد ذلك مملكة رابعة، وهكذا تظهر ممالك وتزول. لكن في أيام هذه الممالك يقيم إله السماوات مملكته الأبدية التي تثبت إلى الأبد، وهي الحجر الذي تدحرج من الجبل. فقام الملك نبوخذ نصر عن كرسيه وسجد أمام دانيال وقال له: حقا إن إلهكم هو أعظم الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. فتفوتة أنا عارفة إيش رح تحكي، إنه لازم أكون زي دانيال وصحابه، بس فتفوتة أنا ما بحب هيك، وكمان أنا كتير صغيرة وهم كانوا أكيد كبار. هون السر. التاريخ بيقول إنه دانيال ورفاقه كانوا بعمر ال14 أو ال15 سنة. عن جد؟ بس فتفوتة أنا ما بحب أكون مش زي صحابي. بعرف ياسمينة، بس مرات نكون مختلفين هو بيكون الشي الصح، مع إنه الأصعب بس هو الصح، ودايما نتيجته بالنهاية بتكون أحسن. فتفوتة يمكن لازم أعتذر من ماما مشان صرخت فيها. فتفوتة أنا هلا فهمت. شو فهمت؟ دانيال وقته ما كان في بطل يحلم يكون زيه، هو كان ببلد غريب، ناس كلهم فيها بيعبدوا بعل وما بعرف شو، بس هو كان البطل لأنه هو كان عارف مين هو وشو إيمانه، عشان هيك كان ناجح. تعرفي مش مهم مين أكون، مهم أكون بطل باللي بعمله. رفض من ملك راهب العزة والغابة. إيمان دانيال تتحدث به كل الأشياء. إيمان دانيال ما زلنا دانيال. إيمان دانيال تتحدث به كل الأجيال. إيمان دانيال ما زلنا نضرب به الأمثال. هذا الكتاب يعطينا حرية وكمان. هذا الكتاب يبنينا أطفالا ورجال. هذا الكتاب يحمينا من ظلمات الضلال. هذا الكتاب يهدينا كما هدى دانيال. إيمان دانيال تتحدث به كل الأجيال. إيمان دانيال ما زلنا نضرب به الأمثال. لما تنحل المشاكل وتصير الأمور تمام، بيجي وقت فتفوتة ترجع وتنام.